تغطي المياه 70% من مساحة الكرة الأرضية، غير أن 3% فقط هي مياه عذبة. وحسب المجلس الدولي للماء، فإن ما يقارب 3.5 ملايير من السكان سيواجهون أزمة ندرة المياه من هنا إلى سنة 2025. أندونيسيا هي من بين هذه الدول، حيث الحصول على الماء أصبح أمراً مقصوراً على الأحياء الراقية فقط. كل يوم أقوم بغسل الثياب هنا لأنه لا يمكننا الحصول على الماء. لا أقوم بذلك في البيت إذ لا يمكنني البحث عن الماء في البئر الأقرب. القدوم إلى هنا هو الحل الأمثل. هذه الوضعية ليست شادة، ففي جاكرتا 65% من البيوت ليست مربوطة بأنابيب المياه، فيما الوضع أسوأ في المناطق الأخرى. بعض القرى تحاول تنظيم نفسها، فهنا مثلا قام السكان بوضع نظامهم الخاص للتزود بالمياه. مياهنا تأتي مباشرة من باطن الأرض، ولهذا فنحن نعتبرها مياه عذبة نقية وصالحة للشرب، غير أنها لا تكفي الجميع هنا، ولهذا فالعديد من السكان يستعملون مياه النهر، وحتى وإن كانوا يعلمون أنها ملوثة فهم يستعملونها لغسل الأواني أو الاحتياجات الطبيعية، فنحن لا نملك خيارا آخر. المياه الجوفية محدودة فيما ترتفع الرطوبة في الجو، مما دفع بمؤسسة أندونيسية وبمساعدة مهندسين أمريكيين إلى تطوير طريقة جديدة وفريدة في العالم. عملياتنا ترتكز على الرطوبة الموجودة في الجو وتحويلها إلى قطرات مياه ونقل ما تعطيه الطبيعة نفسها. العملية تشرك الضغط الجوي ودرجة الحرارة وحركة الهواء من أجل استخراج الرطوبة، وبذلك نقلد عملية تكوين قطرات المياه. الطريقة بيئية وتسمح بالحصول على مياه نقية، غير أنها تحتاج للكثير من الطاقة الكهربائية، ولهذا ولأسباب اقتصادية فهي لا تستعمل إلا في إنتاج مياه القوارير، غير أن تحويل الرطوبة إلى مياه يمكن أن يمثل بديلا وحلا لمشكلة ندرة المياه الجوفية وتجنب أزمة عالمية للمياه.